قولوا لاخواتنا في الجزائر يتفقوا على مرشح وما يعملوش زينا. يا عمي احنا كانت عندنا انتخابات في وقت الثوره دي، مش يعني دي كانها انتخابات حضرتك، كانها تفقوا مرشح واحد ايه بس. الخناقه بدات من 2017، بدات تتفاعل بشكل كبير لما رفض المغرب ان هي تمشي كالقطيع في موضوع حصار قطر، ورفض انها تطلع بيان وتعلن مقاطعتها من لقطر. وملك المغرب كان صاحب اول زياره لقطر، وبعتوا حقيقه كمان ساعتها مساهمات غذائيه بعد الحصار البري والجوي والبحري لقطر. ملك المغرب ياسر قطر في اول زياره ليه بعد الازمه الخليجيه. بعديها كان واضح جدا ابن سلمان بدا في استفزازات المغرب والشعب المغربي، وكان فيه استفزاز واضح مش بس للنظام المغربي، للشعب باكمله في موضوع كاس العالم. Gets underway for 2026 very very soon. The phrase you used recently to a good friend was that you would follow the interests, perhaps backing the US bid. Is that decided? You will back the US. The United States of America is one of the oldest and strongest allies of the Kingdom of Saudi Arabia. They knocked on our door from 2017 and presented us with a request for help, and we responded and reviewed their file. Our brothers in Morocco didn't ask for help from us on this issue until a month ago, and we'd given our word to the Americans, so we are with the United States of America. ازدادت لما ملك المغرب رفض يستقبل محمد بن سلمان في زيارته الدعائية، اللفة اللي عملها بعد جريمة اغتيال الشهيد بإذن ربه جمال خاشقجي. القضية دخلت خلال الأيام الأخيرة في معترك آخر بعد ما عملت قناة العربية تقرير اعتبروا النظام في المغرب تدخل في شؤونها العربية وقضية الصحراء. الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية انسحبت منها إسبانيا في العام 75 ومنحت الرقابة للمغرب وموريتانيا، وكان المغرب ينادي بأن الإقليم تابع رسميا له منذ العام 57. خاضت الدولتان حروبا، وعام 79 انسحبت موريتانيا من المنطقة، وكانت تأسست حركة قومية صحراوية بدعم من الجزائر وليبيا، وقتها عرفت بجبهة البوليزاريو، وأعلنت لاحقا إقامة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتطالب باستفتاء لتقرير المصير وهو ما ترفضه الرباط. وحتى عام 91 خاضت المغرب حروبا مع جبهة البوليزاريو التي تعترف بها الأمم المتحدة كممثل شرعي للشعب الصحراوي، وتطالب المغرب بترك حق تقرير المصير لهم. الفيديو أثار غضب كبير جدا في الأوساط المغربية، واللي اترجم للقرار اللي تم إعلانه يوم الخميس اللي فات باستدعاء السفير المغربي في السعودية للتشاور. والسفير طلع في لقاء صحفي وقال إن دي هي أسباب استدعائه. المنصوري يكشف لأسباب استدعائه إلى الرباط. ووضح السفير أن السلطات استدعت ممثلها وذلك قصد التشاور يتعلق بالمستجدات التي طرأ تأخير على العلاقة بين الدولين، خاصة بعد بث القناة العربية العبرية المقربة من الدوائر تقرير مصور ضد الوحدة الترابية تم استدعاؤه من 3 أيام قصد التشاور. هذا أكد السفير في حديثه الصحفي. لكن السفير طلع بعد كده وأكد الموضوع سحابة عابرة، وأن الموضوع فعلا أثار غضب المغاربة حتى لو مش بصفة رسمية أو واضحة جدا، إلا أن الغضب موجود وواضح بعد الأخبار اللي كان بيسربها بعض المسؤولين المغاربة لوكالة أسوشيتد بريس بخصوص انسحاب المغرب من التحالف العربي في اليمن. تقلك بقى التحالف ده كمان، انسحاب التحالف ده كمان بدأ على خطوات الفترة الأخيرة. بعد التصريحات دي طلع وزير الخارجية المغربي ونفى الأخبار بتاعت سحب السفير للتشاور، وقال الجمل اللي قلتها في مقدمة بالتحديد، قال لك ده ان احنا عندنا قنوات نعلن فيها، ده قنوات دبلوماسية. لكن ايضا رغم نفي وزير الخارجية الجميع ما زال يعني يكادوا على يقين الأزمة كبيرة، خاصة ان المحللين المغاربة في كل القنوات الإعلامية واللقاءات الصحفية بيؤكدوا ان تقرير العربية كان بمثابة رد فعل لظهور وزير الخارجية المغربي على قناة الجزيرة من شهر، واللي اتكلم فيه عن موقف المغرب الحيادي من قطر. المغرب دائما والسياسة الخارجية لجلالة الملك
المبدا الاساسي هو الاستقلاليه. انطلاقا من قناعات، انطلاقا من تقييم، انطلاقا من تحليل للامور. ثانيا ان علاقه المغرب، علاقه جلاله الملك مع المنطقه، هي ليست علاقه مع هذا او ضد هذا، هي مع مجلس تعاون خليجي قوي. علاقه المغرب مع المملكه العربيه السعوديه هي يجب البحث في مسببات الازمه ومعالجتها داخل البيت الخليجي. فيه كذلك ان الحياد لا يعني اللامبالاه، ولا يعني الحياد اننا غير مهتمين بما يجري. المغرب هو دوره ليس ان يصطف مع هذا او ضد هذا، دوره هو ان يقرب وجهات النظر، دوره هو ان يساعد الاشقاء والاخوه على تجاوز هذا الوضع، وهذه قناعه. وزير الخارجية المغربي تحدث أيضا في اللقاء اللي أغضب الإمارات والسعودية عن موقف المغرب من التحالف في الحرب ضد اليمن، وأعلن بشكل واضح أن المغرب عمل تقييم لدوره في التحالف العربي وتقييم للنتائج المروعة اللي حصلت على الأرض، فعشان كده جاء القرار. تقييم لهذا لمشاركته، والمغرب عبر يعني كان هناك تطوير في كيفية المشاركة، لا في شكلها ولا في مضمونها. داخل المغرب قام بهذا التقييم انطلاقا أولا من تطورات على أرض الواقع، انطلاقا من تطور حتى في الجوانب الإنسانية والسياسية للملف اليمني، انطلاقا من كيفية التهيئة للاجتماعات، كيفية، وانطلاقا كذلك من قناعته، وانطلاقا من الدينامية اللي عند المغرب مع الملف اليمني. ولكن المغرب يغيب، شارك المغرب في آخرها كان في السعودية، ولم يشارك في بعض الاجتماعات الموج الأحمر، ولم يشارك في بعض الاجتماعات الوزارية كذلك. هذا ماذا؟ هذا هو التطور اللي في المشاركة. تصريحات رسمية بس دبلوماسية إلى حد ما، وأخبار لمسؤولين مغاربة بعدها بيومين يتم نفي الموضوع. كل أحداث تؤكد أن الأزمة موجودة والموضوع في شد وجذب بصفة واضحة. حتى تصريحات رئيس الوزراء سعد الدين العثمان النهاردة عن الموضوع كانت تلميحات عن الغضب المغربي من التدخل السعودي في مشاكل المغرب الداخلية. المغرب فعلا هناك من يحاول أن يضر بأمنه، أن يضر باستقراره، أن يضر بقضاياه الكبرى الوطنية، خصوصا قضية الوحدة الوطنية والترابية وقضية الصحراء المغربية، وأيضا أن يضر بجاذبيته، لأن هذا مجال غير على المستوى الإقليمي وغير على المستوى الدولي. جاذبيته للاستثمارات، جاذبيته السياسية، تموقعه السياسي، الحمد لله إشعاع المغرب بدأ يعني يقوى ليس فقط إفريقيا وإنما دوليا، تأكدوا من هذا الشيء. التوتر الحاصل بين الرباط والرياض انتقل من التصريحات السياسية للإعلام الرسمي المغربي والصحافة المقربة من السلطة، ردا على تقرير قناة العبرية العربية السعودية. ده تقرير نشرته النهاردة القناة الثانية المغربية لآخر تطورات البحث الدولي في قضية مقتل خاشقجي. الأدلة التي تم تجميعها عقب زيارة المبعوثة الأممية الخاصة بالتعذيب خارج القانون، المبعوثة اللي كانت في تركيا الأسبوع اللي فات، تؤكد مقتل خاشقجي بشكل وحشي على يد مسؤولين سعوديين. المثير في التغريدة أن نشر القناة المغربية التقرير ده يعتبر سابقة من نوعها، خصوصا ان احنا رجعنا الموقع الرسمي للقناة وما لقيناش اي خبر قبل كده عن مقتل خاشقجي، وده اللي بيأكد الخبر بيعتبر بمثابة رد على تقرير العربية. فاكرين لما السيسي تدخل في البوليساريو، قامت القناة المغربية ساعتها طلعت تقرير ان السيسي منقلب وقاتل وكذاب وابن كذا، فاكرين؟ الموضوع لم يتوقف عند هذا. موقع 360 المقرب من السلطة المغربية نشر كمان تقرير مصور او مطول يشرح أسباب التوتر بين المغرب والسعودية، استدعاء السفير، أسباب الفتور بين المغرب والسعودية. المحللين المغاربة ورؤساء مراكز البحوث المغربية في لقاءاتهم في الصحف والقنوات أكدوا الموضوع في أزمة كبيرة، واعتبروا أن تقرير العربية تدخل صارخ في الشأن المغربي. هذه المسألة إذا حاولنا أن نضع داخلها القناة التي هي تعبر عن جهة ما داخل المملكة العربية السعودية، فإن هناك من وجه هذه القناة لإعداد هذا التقرير الذي هو تقرير عدائي وهجوم عدائي على السيادة المغربية، إذن يستحق
أن يكون هناك توتر إلى هذه الدرجة، ولكن وقع هناك نوع من التحول. لهذا قلت هناك جهات ما داخل المملكة العربية السعودية، وليس كل الأطراف، لا يمكن لقناة مثل قناة العربية التي هي معروف على مدعومة من طرف السعودية ويشرف عليها طاقم سعودي أن ترتكب هذا النوع من الأخطاء. التقرير هو موضب واختورت فيه كلمات بعناية وارتكبت فيه أخطاء قانونية، هذا هو الخطير. إذا كان هناك مستشارين ارتكبوا أخطاء قانونية وتاريخية، يبدو بأن هذا التقرير هو جاء كرد فعل على خروج وزير الخارجية المغربي في قناة الجزيرة. هذا المضحك في المواقف اللي زي دي هو رد فعل المحللين السعوديين في الموضوع لما يتزنقوا مثلا وما يكونش عندهم تسلمهم السكريبت او لسه ما وصلش، لسه مش عارفين هيقولوا ايه في الموضوع، فيطلعوا في الاعلام يقولوا اي كلام في اي كلام، اي بزراميد بمعنى الكلمه على ما السكريبت يوصل. خلونا نمسك العصايه من النص وما نغلطش بكلمه لا هنا ولا هنا ونهاجم قطر وخلاص. انه قد يكون اجتهادا من القناه ولكنه لا يبرر او لا يعني يعطي بعدا ان هناك توجيها من الدوله او من القاده لارسال رساله ما. لذلك الخلاف قد ممكن يكون في موضوع رياضي، ممكن يكون في موضوع اعلامي. تسلل المال المغربي، المال القطري الى المغرب وتجر المغرب الى ما يتمنى ان يحدث فيها، وهو ما يسمى بالربيع العربي مثل ما يحدث الان في السودان. وعند هذا الجزء يتوقف بحثنا في هذا الملف اللي حقيقة بيشهد كثير من الاضطراب في فتخيل الملف المغربي السعودي. واختم مع حضراتكم بجرائد